من الذي أمر بالحجاب؟ ها يا إخوان، الله الذي أمر بالحجاب. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يا إخواني، الله عز وجل يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.